كل التحيات لكم واهلا وسهلا بكل الاصدقاء اللي رح يتابعوا معنا اليوم حلقه جديده من مشاكل وحلول. طبعا كثير بنحكي نحن عن قانون السير، كثير بنحكي عن عجقه السير، كثير بنحكي عن مشروع النقل الحضري يلي عم يتولى مجلس الانماء والاعمار تنفيذه بكل بيروت الكبرى تلافيا لتخفيف واقع العجقه. ولكن كثير وكثير من المرات حكينا فيها ميدانيا ومباشره من الاستوديو عن اوتوستراد دوره او بيروت جوني مرورا بجل الديب الشهيره. وكثير بنقول جل الديب، الكل بيتذكر معاناه الاهل والتجار وكل السكان بعد ما اتخذ قرار بازاله الجسر الحديدي انذاك. وبالكلام عن رفع الجسر والتاخير يلي حصل لغايه اليوم، كتير تحركات انعملت، كتير مواقف اتخذت، كتار من أهل السياسة حاولوا قدر المستطاع معالجة هذا الموضوع بجدية إنجاز التعبير. ولكن بإطار المواكبة اليوم منرحب بعضو المجلس البلد بجل الديب قضاء المتن الشمالي المهندس فادي أبو جودي. أهلا وسهلا فيك لحتى نتابع معك آلية المواكبة والمتابعة، لأنه الجسر تأخر كتير، الناس ملوا، أوضاع التجار صارت أوضاع كارثية، أسعار الأراضي تراجعت، كثير من الأمور بحملوكم أنتم مسؤولية وبفوضوكم المطالبة باسمهم. معك أنت رح تكون باللقاء، ورح نحاول أو نسعى التواصل مع عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل الأولى، صار موجود معنا لأنه قطع اجتماعه. بدك تسمح لي قبل ما نبدأ معك ناخذ سعادة النائب أستاذ فادي أبو جودي. سعادة النائب أنت معنا على الهواء؟ ايوه، اهلا وسهلا فيك، بنحييك على المشاكل لك ولضيفك الكريم. شكرا سيدي. يعني نحن اخر مره التقينا سوا بالاستوديو كان 22/1/2014، مظبوط، وكنت سعادتك قلت انا مع مشروع النفق يلي جهدت لايصاله لمجلس الوزراء، ولكن اذا تطلب الحل وقت طويل وفي ظل عدم وجود حكومه عم نحكي بهيداك الوقت، فحضرتك مع اي حل سريع يخفف معاناه اهالي المدينه. وانت كنت توجهت وقلت التجار عم بيعانوا، اسعار الاراضي تراجعت، المنطقه معزوله، وكان عندك الصوت الصارخ ودائما بتمنى انه يبقى. بهذه المرحله سعاده النائب نبيل الاولى، نحن عم نحكي عن جسر جل الديب، وين صار؟ نعم. يعني جسر جل الديب بعتقد اللي قدرنا نتوصل له هيدي بمساعدة أكيد وزرائنا والوزير الياس صعب، ونحن يعني الضغط اللي عملناه على الانماء والعمار بالنهاية قبلوا بما يسمى باليوتيرن يعني اللي كان موجود، وعلى أساس أنه بده كلفته كانت تقريبا بال 45 مليون دولار، في منهم 22 مليون دولار هودي للاستملاكات، فقدرنا نأمن مبلغ 22 مليون دولار مشان الاستملاكات، وعلى أساس أنه عين قاضي مشان يقوم بعملية الاستملاكات. ولكن اللي حصل أنه صار في نوع من التأخير بقصة الاستملاكات، وصراحة بقدر أقول لك أنه أنا ماني عارف ليش في، بس كل شيء بعرف أنه في ناس كتير متضايقين من هالموضوع هيدا، نعم، وعندهم احتجاجات، والبعض قالوا أنه راحوا لمجلس الشورى الدولي على أساس أنه الاستملاكات هي مجحفه بحقهم. نعم. واجا وفي الموضوع الثاني كمان اللي كمان انوجد، هو انه بلديه جل الديب اعتبرت انه انشاء هذا الجسر، وبسبب انه بده يحطوا عازل بالنص حتى يصير في نوع من الباسريل من الطريقه الجانبيه على جانب الجسر، نعم، مشان ما يصير في حوادث. فبقى يقال انه التجار بالمنطقه هونيك اعتبروا انه هيدا رح بخفف لهم من عملهم وغيره، وكانت عندها موقف بلديه جل الديب انه هي ضد انشاء الطريق الجانبيه. يعني فهالمواضيع هيدي كلها سوا بين البلديه وبين الاهالي اللي معترضين على الاستملاكات، نعم، بقول لك بكل صراحه نحن بالنسبه لنا الواجبات اللي مجبورين ان نعملها، اللي كانت هي تامين الاموال وتامين المشروع وغيره، امنا فيها. هلا نية بالموضوع الاخرى، انا مني ابدا ما بتدخل بقصه اذا في خراب بيوت للناس، انا اكيد مني ما بتدخل بقصه خراب بيوت الناس. المسؤوليه هذا الموضوع صار بين البلديه وبين الاهالي وبين الماء والعمار. يعني بتحمل البلديه المسؤوليه سعاده النائب؟ يعني ما بدي شغل البلديه، المفروض انه من البلديه انها توجد حل لهالموضوع هذا، يعني بالنهايه
البلدية من المفروض انه يصير فيه نوع من جمعة يجتمعوا كل اهالي جلديب ووجهاء جلديب والمتضررين كمان من هالموضوع هذا، وينوجدوا وبين بعضهم يتفقوا على حل معين، ونحن مستعدين اي ساعة البلدية والاهالي اتفقوا على حل نحن مستعدين انه نكون قدامهم مش وراهم لحتى نقدر نوصل للنتيجة اللي تحل المشكلة. ولكن انا ما فيني يكون محل انسان متضرر اني اقول له لا ليش عم بتقول انك انت متضرر، ما بقدر انا اكون محله. طيب ما فيني يكون محل البلدية اذا بتعتبر البلدية انه انشاء هيدي الباسريل على يمين الجسر ممكن انها تأثر على المحلات وعلى التجارة بالبلدة، كمان ما بقدر اني انا اكون محلهم. فهيدا الموضوع مفروض انه يصير فيه اتفاق بين الاهالي وبين البلدية وبين مجلس المياه والاعمار. طيب دكتور نبيل، انا سألته لضيفنا قبل ما بلش على الهواء، قلت له ايمتى رح نمشي على اوتوستراد جل الديب؟ اعطاني وقت يعني بينك وبينه، بدي اسالك نفس السؤال، ايمتين رح يتنفذ الاوتوستراد؟ هي كامل المفروض انه يبلش الشغل فيه باخر اذار اول نيسان، يعني كان المفروض انه يعني ايمتى السيد صالح كان المفروض يتبلش بالعمل يعني. نعم، ولكن اللي صار قلت لك صار في تاخير بقصه الاستملاكات، وانا كنا نحن والعماد عون ونحن اشتغلنا مع الرئيس جون فهد لحتى يشهلوا بقصة الاستملاكات لما يصير في تأخير بالعملية. كان وعدنا الرئيس جون فهد انه رح يسرع بهالموضوع. نعم. هلا اني قلت لك لانه من بعد ما صار هالخلاف هيدا انا صراحة ما عدت اتدخل، لانه بالنسبة لي انه اني اتدخل بموضوع ممكن انه يخرب بيوت الناس او يخرب البلدة، انا ساعتها بقعد على جنب ليصير في اتفاق، بس يتفقوا بين بعضهم ويجوا يقولوا لي نحن اتفقنا نحن مستعدين نعمل ليل نهار لنبلش اليوم بالشغل قبل بكره. طيب دكتور نبيل، استاذ فادي موجود معنا، يعني عنده شيء بده يقول لك، اذا بتسمح لي بعد. ايه تفضل. يعني بعرف احنا قطعناك عن اجتماعك بالرابيه، تفضل. يلا تفضل. سعاده النايب بنحييك. نحن بهمنا تتدخل، مش انه ما تتدخل، بس تتدخل في خراب البيوت. لا خراب البيوت، ساعات خراب البيوت. هو بيعرف انه نحن بشباط 2015 يعني من كم شهر اخذنا قرار بالبلديه نلغي الفاصل، ضل في شقفه صغيره اللي هي 50 متر بتدور قدام محلين او ثلاثه، والباقي المحلات التجاريه نحن اخذنا قرار نحررهم، وهن بيعرفوا بمجلس الماء والاعمار انه لازم يلتزموا بقرارات البلديه. ساعدته بيعرف؟ اكيد، لانه يعتبر الاوتوستراد شقفه منه. نعم. كمان تابع للبلديه، وما فيهم ياخذوا قرارات ينفذوها على ضد البلديه. شو البلديه بالاجماع اخذت هالقرار مع التجار ضد الفاصل، بدها ضغط سياسي كما يكون مجلس الماء والعمار عم يجبر الضيعه او المدينه باشياء مش موافق عليها. نحن والتجار سوا اجتمعنا معهم عده مرات، والعدد التجار اللي متضررين هن مطرح الجسر نحن معهم، بس هيدي استملاكات. امتى اخر مره اجتمعتوا مع دكتور نبيل الاولى؟ نحن شخصيا مع من البلديه. نعم. رئيس البلديه بيجتمع، عنده اجتماعات دوريه مع رئيس البلديه. لا لا لا، بهذا الموضوع. نعم. انا بهذا الموضوع من وقت اللي على اساس انه في كان في قصه تامين الاموال وغيره. نعم. من بعد ما عملنا 28 مليون دولار وتحولت الاموال لحتى اللي دفع الاستملاكات. نعم. من هيداك التاريخ انا ما عاد حدا اتصل فيي ولا حدا على علي شيء، صرت اسمع بالتواتر انه في مشكله بين رئيس بين البلديه وبين الانماء والاعمار وبين. نعم. التجار وبين الانماء والاعمار، هيدي صرت اسمعها بالتواتر، بس ما حدا اتصل فيي وما حدا قال لي شيء. فمشان هيك انا اللي عم بقوله انه القصة استفادي مهندس وبيعرف انه استغرب. انا مهندس استغرب عدم الاتصال بسعادتك، يعني ما حدا اتصل، لانه بعرف عنده اجتماعات دورية مع رئيس. لا لا لا، ما حدا، لا ما في اجتماعات دورية استفادي، لا ما حدا ما حدا ما حدا ما في اجتماعات دورية. وانا اكثر من مرة كمان انطر لحتى لي يفتحوا لي الموضوع، بالنسبة لهالشيء هذا ما حدا فتح لي الموضوع، اعتبرت انه الامور منتهية وعم تنحل من قبل البلدية. نعم. هلا لا، الشغلة اللي انا عم بقولها، انا ماني مهندس، استفادي هو مهندس ومن كبار المهندسين. بسم الله عليك. انا ما عندي انا الخبره، لانه الانماء والاعمار انا حكيت مع الاستاذ غازي حداد قال لي نحن بالنسبه لنا بدون هذا الفاصل ما فينا نعمله، لانه نحن اي اوراق بدنا نقدمها نحن هذه الاوراق بنقدمها للبنك الدولي، لانه هو بده يشرف على التنفيذ بالنهايه، لانه هو اللي عم بيموج. نعم. فعم بيقولوا لي انه نحن ما فينا هذا الفاصل ما نشيله. انا هون بدي اقول لك يا عمر، يمكن عم بحكيها على التلفزيون. لا ما في شيله،
ما يا اخي هيدي شغله تقنيه ما بعرف فيها فادي، انا بعرف انه انا حكيم اعطيني الطب بجاوبك. فبقى هون كان بدي اقولها انه بصراحه يعني في احد اعضاء البلديه عم بيحكي معي بالموضوع، قلت له يا جماعه هلا انتم وافقوا وهيدا عم منه سر عم بزيعه وانا بصراحتي يمكن شوي بتأذي، تفضل قلت لهم هيدا الموضوع انا بالنسبه لي خلي يبلشوا الجسر يا خي ويعملوا جسر، بس يعملوا جسر خلي يقوموا التجار اللي هونيك باي مظاهره اللي كان، وبعدين هالحاجز الفاصل اللي عم بحطوه منه فاصل منه بيقولوا له جدار صين يعني بتقدروا بنهار واحد بيعملوا مظاهره وبيشيلوه ما لنا مشكله. فبقى مشان هيك انه المهم نبلش بهالجسر لحتى لها الاموال هيدي تبع ولحتى لي البنك الدولي ما يوقف المال هيدا اللي بدي اياه. ساعة النايب عم بيقول ضيفنا انه الفاصل هو تخويف للناس. طيب خي عال التخويف بس نحن ما رح ننفذه، اذا بتحط ايدك معنا ما رح نخليه. اذا بلشتوا فيه اذا بلشوا بالجسر عرفت كيف؟ نعم. وصلنا لمطرح انه هذا بالنسبه للفاصل، خلص الجسر، اجت البلديه شالته مين في يمنعها؟ طبعا بيقول اذا انتم حطيتوا ايدكم معهم لحتى تضغطوا نحن ما رح ننفذه. ايدنا معهم وعم بقول لك بيجي بيقول لك انه اذا بدنا نشيل هذا الفاصل نعم البنك الدولي بطل يدفع مصاري، شو بقول له انا؟ قلت لك من تقنيا انا منا شغلتي نعم. هيدي شغله بتنحل بين المهندسين مش معي انا بالسياسي واني اضغط لحتى لي تصير الشغله، بس انا بالتقنيات ما بفهم بالتقنيات. انا اسمح لي اشكرك دكتور نبيل نقول للوقت اللي اعطيتنا ليه، والكل بيعرف اليوم دقه المرحله والاوقات، شكرا لك واهلا وسهلا فيك. اوكي شكرا لك. شكرا سيدي يعطيك الف عافيه. سعادة المهندس يعني وصفك وقال انك انت من اهم وكبار المهندسين يعني قبل ما نتابع مجريات المقابله بدنا نشوف الناس تفضل من خلال الجوله قام فيها فريق عمل برنامجنا بالمنطقه رح نشوف شو هي الاجواء قديش هي متطابقه مع 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 لحتى نشرح هذه القضيه على طاوله هذا البرنامج. أوكي. نشوف الفاصل الاصدقائي اللي هو عباره عن ريبورتاج قامت فيه كاميرا البرنامج والموضوع جسر جل الديب بانتظار الحل الموعود ومنتابع سوا. قلت لهم انا عم يضحكوا علينا، قديش صار لها اكثر من 3 سنين وهلا دي رح ارجع عيدها انه عم يضحكوا علينا، ما ممكن يعملوا الجسر هلا كله ضحك، عم بيأثر كثير عم بيأثر، يعني بدك تقول انه صرنا مسكر علينا دير بالدار، هلا بدنا نفوت على المنطقه هون كجل الديب. لما بدنا نفوت؟ يا بدنا نروح على انطلياس تنفوت، يا بدنا نروح على نهر الموت تنفوت على بيتنا. طيب هذا ما بحياتها صارت يعني انه سكروا علينا هالمنطقه وقديش صرنا عم نحكي معهم ويعني ما بقاش حابين او بقاش تسى انه كل ساعه والتاني نجمع بعضنا يا شباب ونزلوا تنتظاهر. ما حدا عم برد علينا اول شيء بالتظاهر ولا عم تعطي نتيجه ولا راح يعملوا، عم ننجبر بعدين نسكت. ايام هون بتعرض سير توقف نص ساعه ما تخلص من انطلياس كثير بضل الساعة الطلب معنا مفروض ياخد 5 دقايق والديتان عم ياخد 10 دقايق وربع ساعة وساعة وساعات ما بتروح أنت الياس وترجع تبرم نص نهار متأخر على زبون ومتأخر على شغلنا كمان. شو طالع بالإيد يعني عطوا بيعملوا لنا ياما عشان يعملوا لنا الجسر شو بنعمل؟ وين في جسر أصلا؟ ما شالوه؟ بعت في جسر؟ اخترب بيتنا يا زلمة ما بدها هالقد عيب عليهم بقى شو بدنا نحكي؟ شو وقفت على الجسر بس؟ في أشياء كتير بس أهم شيء حلوا مشكلة الجسر. ليك العجقة من وين؟ مش عم نوصل على شغلنا رح يشحطونا. مثل البلد بيوعدوا ما حدا بنفذ، مش منطق ايه بس هذا لبنان يعني تعودنا عليه هيك. لك اي ماشي رح يخربوا لهم بيتهم للعالم، الله يساعد هالعالم والمحلات التجارة، بطل في ناس تفوت، بطل في ناس تطلع، لا في مواقف. شو بدي خبرك؟ يعني شوف طلع هلا بعد شوي بعد هاي اول محل هونيك صوره سكر بكره بعد شوي بعد شهر زمان مش رح تلاقي حدا لانه ما حدا عم بيقدر يفوت على جل الديب. اذا بده يفوتوا من انطلياس بيقعدوا 3 ساعات واذا بده يفوتوا من صوب الزلقه بده يقعدوا 10 ساعات. وعود وعود وعدين بيعملوا جسر لجل الديب يعود والله يساعد العالم. شو بدك اكثر من هيك؟ ما فيني اقول لك شيء. اي مين بده يجي على جل الديب؟ ما بده يفوتوا بعد على جل الديب، راحوا على انطلياس بده يعلقوا، راحوا على نهر الموت بده يعلقوا، وبتكتر بيع المحلات عم بتسكر بجلدي، مين بده يفتح بان؟ اكيد ياثر علينا، صار اللي بيجي بالطريق من هون بده يروح على الزلقه ليرجع يجي لعنا لهون، في محلات عم بتسكر لانه ما بقى في عندهم طريق لهون يعني
الزبون مش هالقد عنده جلادي حتى يبرم هالبرمي تيجي لعندك يقصدك. مضاينين كتر خير الله، بس انه في كتير عالم سكرت بهالثلاث سنين هاو، واسبعت في عندها تسكر، والله يستر ما في خير، ربنا دخله بيعرف شو بده يصير. كانت كل الناس تفوت لعندك، هلا صار في صعوبة كبيرة. من اللجنة درسوها، نزلوا عالم والدهر وقطعوا طريق كرمال يفتحوا هالجسر الحيوي اللي هو، ولهلا ما شفنا شيء. يا اخي عم بأثر كثير علينا، عم بأثر على التجار، عم بأثر على العالم، ووعدونا انه بيزبطوا لنا اياه هالجسر، وبعد ما الحدث هلا ما في شيء على الايد، ناطرين البلديه شوي تحرك العمليه. بس مش معقول هيدا، انه غيرنا بيتاخذوا بقراراتهم، نحن جلديه بلاد المتن مش عم بتاخذ قراراتنا يعني. بقى يسمحوا لنا الدوله انت صغير يعني، فكروا فينا شوي، يعني فكروا بالمتن. ما المتن قلب لبنان. المتن يعني ما ينسوا انه نوابنا زعمائنا. انا ساكن باخر جلديب اول زلقه، عم يعمل عجقه كثير 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 كثير، وعملوا مظاهرات وعملوا كذا، وعدت الدوله كله هذا كذب ونفاق. لازم ينعمل الجسر ليخفف السعر على المواطن، يعني صار في سيارات كثير بلبنان، حرام حرام حرام. بنحكي؟ ايه يعني شيء بوجع القلب اكيد. يعني هذه المعاناه اللي كنت انا وياك عم نتابعها، وانت كنت موافق اكثر منا، والبعض الاخر يعني كانت اراؤه عم بتدق على الوتر الحساس. صح. يعني بهذه المرحله الناس بيقولوا البلدية وبيحملوكم المسؤوليه وبيعتبروكم انه انتم مفوضين تحكوا باسمهم. صح. يعني هلا اللي عم بيشكي واللي عم بيتابع وهالتجار امام الاوضاع الكارثيه، شو بنطمنهم؟ بنقدر نستعمل هالكلمه بمحلها ونقول في تطمين ولا قلق دائم؟ هلا نحن بتعرف هذا الموضوع له علاقه بالدوله، له علاقه بمجلس امام الاعمار. لا. البلديه هي بتاخذ مواقف اللي هي بتكون لمصلحه المنطقه، مصلحه بلده جديده بانيه. جسر وقت انشاء شال بطريقه غريبه مش صايره ولا بلد بالعالم، بيطلعوا بشلو فجاه وبيقطعوا ارزاق العالم. نحن من الاشخاص اللي تحركنا من اول دغري، عملنا ردة سريعه وعملنا مظاهرات، ثلاث مظاهرات توصلنا قد ايه له منشيل فينا ذكر شيل بكانون الثاني 2012 يعني صرنا تقريبا 3 سنين و6 شهور. نحن بحركتنا السريعه بالمظاهرات وتجمعنا نحن بين مهندسين ومخاتير واعضاء بلديه، قدرنا من وراء الحركه تبعنا نستحصل على قرار مجلس وزراء بنفق. وقت طلع النفق على بعد فترة قصيرة من بعد ما صرفوا له أموال دراسة 850,000 دولار، رجعت راحت الحكومة وتغير القرار على أساس أنه بدهم حل سريع. طرحوا مجلس أمام العمار حل 2U. نحن كرمالتا نساعد الأهالي مشينا بهذا القرار اللي هو مفيد كمان للمنطقة. بس اللي صار أنه وعدونا بأربعة أشهر يبلشوا، واليوم تقريبا صرنا سنة بعد ما بلشوا. نحن تابعناها كل يوم تقريبا، كل جمعة عم نتصل نعمل اتصالات اللازمة لنوصل. قديه بده ليكون ماشي قبل ما تقول لي زيادة؟ قديه بده ليمشي الجسر يتركب محله؟ تمشي الورشة بشكل طبيعي، نقول انه طلعنا على الاوتوستراد على الجسر على الاوتوستراد مثل ما هي حسب الخبرة اللي صارت مع مجلس المياه والعمار بالصورة قبل تقريبا 10 شهور لل 14 شهر. من النهار اللي بيطلع قرارات الاستملاك. وامتى بيطلع القرار؟ لازم بهالقرب يعني بحدود شهر شهر وشوي، بس مش اكثر، حسب وعودهم. مش نحن اللي عم نوعد، اللي عم يوعد هن بالدوله وبمجلس المياه والعمار. طب انتم اليوم كبلديه من خلال صندوق الشكاوى اللي عندكم، من خلال اجتماعاتكم، الاحتكاك المباشر بينكم وبين المخاتير وفعاليات المنطقه. وبتمنى من الناس اللي هلا عم يتابعونا اذا ايضا بحبوا يشاركونا، نحن جاهزين حتى نسمع صوتكم اذا عندكم شيء غير الاسئله اللي فوضتونا لحتى نسالها لضيفنا. كثير مهم نقول انه نحن المنطقه يعني تعاني، ومن خلال يعني انت بتقول يمكن 10-12 شهر او سنه تنقول من تاريخ بدء العمل، ولكن صح. المتوقع اليوم بكره بعد جمعه بعد شهرين يعني لحتى نحكي بمارج مالي قديش؟ نحن حسب الوعود عم يقولوا لنا بحدود الشهر لازم يطلع قرارات الاستملاك، اللي هي صار لها فتره يعني بقاب. لازم بقاب يطلعوا قرارات الاستملاك. بس بدي اقول لك شغله ملاحظه، انا صحيح انه عضو بلديه، بس نحن من الاشخاص اللي تحركنا مع الناس لنقدر نوصل للحل. يعني نحن انا بشان جاي لاحكي انه بموقع خارج غير اطار الناس، نحن جايين ننقل مشاكل الناس ونقدر ندعم بهالاتجاه البلديه.
شو بيفرق مركزك كعضو مجلس بلدي وبالتحرك اللجني مع الناس؟ يعني انتو كبلدية ما بتعكسوا وجع الناس؟ هيدا اللي صار. نحن تحركنا مع الناس قدرنا ننقل رأينا ورأي الناس على البلدية، وقدرنا نستحصل على قرارات مجلس البلدي وبالإجماع بالأكترية الأعضاء انه وافقوا على القرارات، خاصة آخر قرار طلع بشباط من شباط هالسنة. اخترعوا خريطة مثل كأنه بدهم ياه المشروع بمجلس العمار، اخترع خريطة خارج عن إطار العادة تبع الخرائط اللي نفذها بنهر الماض أو بأنطلياس أو بغير مناطق. اخترع فاصل طوله ما بعرف قديه بالوقت اللي بنهر الماض أو بغير شطورة، ما عملهم مثل كأنه عم يخوف التجار تا يصير في اعتراض. نحن قدرنا نعاكس هيدا الموضوع بالمجلس البلدي، نعم، ونعاكسه بكتير مطاري حتى نقدر نشيله. ونحن بنوعد الناس انه هيدا الفاصل ما رح يتنفذ لو شو ما كان صار، لانه نحن مثل ما تحركنا كرمال الجسر رح نتحرك ضد الفاصل، أوكي. وبالوقت حسب الوعود المبينة بمجلس وزراء او بمجلس المياه والاعمار انه هيدا الفاصل رح يشيلوه، بضل في الفاصل الطبيعي اللي هو طوله 50 متر اللي بيمرق حد عكارين. خلينا اللي هي طبيعية. شو هو الفاصل اللي معترضين عليه وايه ولا وتأخير؟ طيب بالنسبة قديش عرض الاي رح تنعمل؟ قديش رح لك هي مبدئيا في عنا 2 اي، في اي باخر جلي الديب باتجاه الزلقة بتفوتك من جوني على جلي الديب، نعم، وفي اي من بعد بوزة بشير بتنزلك من جلي الديب على بيروت. اوكي في اول اي اللي هي هلا ماشي لانه مساقبة انه بمنطقة ديجا فيها استملاكات، فيها منطقة فيها مرسوم من سنة الـ 74، ما لنا بحاجة لمرسوم جديد. أوكي. فدغري مشى فيها مجلس الأعمار وحول الملفات على ملف الاستملاكات وعمل دراسته الكاملة. قديش عرض الـ رح تكون؟ العرضة 7 أمتار تقريبا، 7 أمتار من كل ميلة، من ميلة البحر 7 أمتار، من ميلة جوا للديكيت 7 أمتار. يعني خط واحد رح تكون 7 أمتار؟ مبدئيا خط واحد بيقدر يسع سيارتين. طب بالعجل. والقديمة قديش كان اللي شيلوه جسر الحديد؟ اللي شيل كان بقلب الأوتوستراد، كان عرضه 3 خطوط تقريبا، حوالي 10 أمتار ونص 11 متر. هن شيلوه قالوا بدنا نعرض الأوتوستراد، بس بدي عرضوا الأوتوستراد على حساب التجار، على حساب الأهالي، وحساب المنطقة. نحن موافقين يزبطوا الأوتوستراد بس مش على حساب كمان كل تجار المنطقة. نحن المتن 500,000 نسمة، نعم، وجلي الديب فيها 30,000 وفيها 500 محل و1000 مكتب. ما بيصير انه هيك تتناسى هالأمور وتروح باتجاه انه يلا انا بشخط شخط هيك وبشيل تجار. بكل دول العالم بياخدوا باعتبار الحالة التجارية تبع المنطقة قبل ما ننشئ اي موضوع. وإذا بده يمشي على النورم كل المشاريع الموجودة أنا بقعد فند لك إني بالدار ولا وحدة ماشي على النورم 100%، فإذا ليش بده يطبقها بجلي الديب مثل عم يقاصص؟ لأنه عملنا اعتراضات. يعني شو هو الخلاف اللي اعترضوا عليه التجار إنه نعمل يعني فاصل وسط بالنور؟ التجار نزلوا معنا على الأوتوستراد، نعم، ووافقوا معنا على الأي. ضل في هيدا اللي اخترعوه السنة بشباط، هيدا الفاصل يعني هيدي بين الأوتوستراد وبين الداخل، بده يحطوا مثل بارير بيتون، يصير اللي بده يفوت من الاوتوستراد على جلي او يظهر منها بده في مسافه طويله بده يخلق بعجقه سير. مبدئيا هيدي عم اقول لك مضمونه انه ما رح تتنفذ وما رح نخليها تتنفذ، لان كنا بلديه ولا كنا اهالي على المالتين ولا كنا تجار، رح نحط ايدنا مع بعضنا كنا سوا ونرفضها. رح بس يضل في ازعاج بطول الجسر اللي هي 50 متر، بس ينزل واحد عن الجسر عنده 50 متر تما يصير في حوادث. ونحن كنا حاكيين مع مجلس المياه والاعمار قايلنا انه حوالي 50 متر من بعد على كعب الجسر هيدا بدها تضايق، انه في عكارين بده يتضايقوا او ثلاثه اللي هي طبيعيه، بس في عندنا منطقه فيها 1000 عكار بتهمشهم يعني بتهمشهم بصير السير ما بتهمشهم بيقدروا يفوتوا من حد البرجر كينج بيقدروا يوصلوا لجوا، بس انه ما بيقدر يجي دغري من الاوتوستراد ويفوت على عنده. يعني بتأثر على 10% أو 15% بس ما بتكون هي فيها أذى كتير، نعم، بس وقتها بتكون طويلة بتصير تأذي المنطقة. نحن هيدا رفضينا، نعم، نحن على مسافة قصيرة في فوت قبلها وفي فوت بعدها، يعني مبدئيا ما بتضايقوا كتير. طب هلأ إذا نحن هلأ شهر خلصنا استملاكات معقول تبلش الورشة بالشتوية؟ ما بيأثر الورشة هيدي فيها معدات اليوم بيقدروا يبلشوا ساعة كان ما بتأثر، ما بتأثر لأنه هن تقلك بيشتغلوا على يمين على يمين الاوتوستراد وعلى شمال الاوتوستراد، السير بضل ماشي عادي وبيعملوا زون اذا 7 امتار بيعملوا حمايه على الميلتين ويشتغلوا. بضل في شقف اللي فوق الاوتوستراد اكثريتها بيعملوها بريفابريكي باتون جاهز وبيجوا بنسقطوها بيقدروا يشتغلوها بالليل. بالمبدا هيدي هن فضلوها مجلس المياه والاعمار تيريحوا حالهم بالشغل. انتم كان بدكم التونيل، نحن كنا بدنا التونيل لانه افضل ما بيضايق حدا،
وشكله احسن في مسيحية خضر بيقولك وصلنا وكنا نحن بدنا نعم. كانت في اجماع على التونيل بس بتصيروا تحت الماء تحت البحر تحت ما في كان مشكله ماء كان حطوا ترومبات وحطوا وسائل طاقه شمسيه وحطوا كثير وسائل حلوها بس ضل في قصه الوقت قالوا لنا نحن هيدي اسرع نحن مشينا فيها على اساس اسرع رجعوا اخرونا يعني لو بلشوا بدنا فكنا خلصنا اليوم كان يعني بعد في 6 شهور خلصنا نحن عم نحكي هلا من اليوم يعني هلا للسنه معقول يكون خالص نحن اذا بيطلعوا قرارات الاستملاك مثل هل اذا دائما شو بتقدموا هذا الشهر من اذا من قرارات الاستملاك لازم نحسب سنه نعم لازم نحسب سنه بنطلع على الجسر اذا الله راد ما فيني اقول لك لانه القرار مش بايدي يعني مش نحن البلديه اللي بنقرر بيكونوا خالصين نعم الاثنين اي بيكونوا خالصين لا اول مرحله بده يبلشوا بهيدي تبع الاي تبع جون اللي هي نعم. فيها مساقبه بموقع ديجا في مرسوم استملاكات أوكي. اللي هي سريعه ثاني وحده عملوا مرسوم استملاكات وهلا في المرجعيات تيوافقوا عليها تبع الدوله يعني كان محكمه الاستملاكات او الوزاره مبدئيا بنبلش بهاي وبننقل على هيديك ثاني مرحله وهي هيدي الاصعب شيء من جوني بنبلش لانه العالم عم يختنقوا كثير بفوطه اون بليس او فوطه نهر الموت هديك اليوم سئب انه العجقه وسط عم يقدروا يتحملوها العالم يعني فينا ننطر 6 شهور لنبلش بالثاني بس هيدي اللي هي طيب. ضروريه استفاد اليوم التجاري اللي عم بيعانوا من اوضاع كارثيه وشفنا انه في مؤسسات ومحلات يعني سكرت اليوم انتم كبلديه يعني مرجعكم للقانون ولكن في حوافز او استثناءات ممكن البلديه تاخذهم تتشجع الناس وتقول لهم طولوا بالكم تجذروا بمؤسساتكم عبر تخفيض يعني شيء ضرائب او بعض الامور يلي تعتبر اساسيه لاستمرار المؤسسات هلا نحن اللي عم نقدر نعمله مثلا مثل الطرقات التجاريه عم نجرب قد ما فينا نشتغل عليها تنحسنها هيدا اللي نقدر نعمله والباقي الحسومات بدها تصير في قوانين ترعاها منا البلديه بتقرر فيها. اي بقى انا عم بقول لك بس نحن بنقدر نعمل لهم تحسينات اذا بنقدر نظبط الطرقات الداخليه مثلا للتجار يصير العالم تجي بطريقه اسهل، هيدي عم نشتغل عليها بس الحسومات بدها تصير في مساعدات بتقسيط في مساعدات هو عم نعملهم كبلديه. طيب اليوم نحن بس نحكي عن بلديه جيل الديب دغري يتبادر الى الذهن صورة الجسر تلهينا نحكي عن كل شيء علما انه هي يعني بمركز اساسي ويعتبر شريان رئيس وهو قلب المتن يعني الكل بيقول انه المتن هو القلب قديش مهم نقول انتم كبلدية قادرين على متابعة كل هذه الامور وسط تجاذبات بموضوع وسجال بموضوع اساسي جدا نحن خصوصا اللي بلشنا بالتحرك نحن اكثر شيء اشتغلنا انه نقدر مع البلدية نكون بتوافق على موقف أساسي هالتوافق حاصلين عليه وهذا شغلة منيحة لأنه مقابلنا في المؤسسة الدولة مجلس المال والأعمار أو غيره إذا أشعوا أي خلاف رح يضطروا يستفيدوا من هالخلاف ويأخذوا المشاريع لغير مطرح نحن جربنا قد ما فينا نضلنا بوفاق طبعا يصير هيدا الشغلة هلأ الحكومة شفت أنه قبل ما تألفت الحكومة الجديدة قعدت تقريبا سنة ما كان فينا نعمل شيء إذا الحكومة ما رصدت الأموال نحن ما فينا نعمل شيء كبلدية نحن جربنا ماكسيمو طرحنا طروحات يردوا الجسر القديم حتى حطوه مؤقتا عملوا مشاريع مؤقتة عملوا لنا فتحة مؤقتة عملوا شو ما كان ريحوا على العالم نحن على طول مع العالم بهذا الموضوع على طول في هيك بطء وكأنه متن 500 ألف نسمة ما حدا شايفهم يمكن ومنطقة تجارية نحن جلدي مليانة بنوكة وهيدي البنوكة بدها حركة مرتاحة للناس تصير تيجي عليها نعم. في يعني سوق تجاري كتير من أهم الأسواق بالمتن هيك يعني مرأة عندك طريق بيروت طرابلس القديم طريق بيروت طرابلس بتكلف مثلا 10 مليار ليرة لتحسينات على حساب وزارة الأشغال نحن اليوم ولا ليرة وصلنا من وزارة الأشغال عم نعملها قسم كبير منها عم تيجي البلدية تعمل إفور مجهود كرمال التجار تتزبطها بس هي عمليا وزارة الأشغال مش حتى ولا ليرة فيها إذا جورا فختت مش عم نقدر نزبطها عم نزبطها على حساب البلدية بالوقت هيدي مش من صلاحيتها رح نتابع معكم نحكي بالتفصيل أكثر ولكن بعد ما نتوقف مع بريك فاصل ونرجع نتابع مشاكل وحلول متابعين معكم مشاكل وحلول مع ضيفنا المهندس فادي ابو جودي عضو المجلس البلدي في جيل الديب قضاء المتن الشمالي كمان اهلا وسهلا فيك يعني كل الحلقه مرقت نحن عم نحكي عن جسر جيل الديب مثل ما كل الناس سنتين ثلاثه واكثر عم بيحكوا عن هذه المشكله اللي بيتمنوا انه يلاقوا لها حل ويقولوا مشكله والحل بالانتظار مثل ما عرفنا هلا انه المصريات موجودين 22 مليون دولار صح.
بيقدروا يطولوا اكثر من هيك؟ في 22 مليون للاستملاكات و10 ملايين في 10 ملايين من البنك الدولي مأمنين لبناء الجسر اول مرحله. قديش بينقص؟ مبدئيا قريبه لاول قير رح تبلش بهالاساس، على الاساس نحن متكلين انه هي اول قير تأمنت كل الاعتمادات، بس يطلع مرسوم الثاني اللي مالي أنطلياس بنرجع بنشتغل لنعمل نأمن الاعتمادات. طب استاذ فادي، يعني من ضمن كل المشاكل اللي بتعاني منها البلديات كمان هي مشكله اساسيه، نحن اليوم ب 8 تموز 17 تموز مطر الناعمه سيقفل، وكل بلديه عم تستعمل يعني حقوقها وتقول انه انا عندي خطه طوارئ او خطه طارئه لحتى نقدر نواجه الواقع. انتم بالبلديه كيف محضرين حالكم اذا بعد 17 شهر ما راح يصير في جمع للنفايات؟ انتم بالمنطقه شو راح تعملوا؟ شو فينا نعمل برايك؟ يعني جلال الدين منطقه سكنيه تقريبا مكتظه، ما فينا نعمل شيء بقلب جلال الدين. المكب بده ينخلق موقع له، ايه وما في حل ثاني. نحن منطقه تقريبا قريبه على بيروت، فيك تعمل شيء بقلب بيروت؟ ما فيك. نحن بجلال الدين يعني ما بتقدر تعمل شيء غير انه بدك تبعت تعبي كاميونات تبعتهم لبرا جلال الدين. بدها الدولة تلاقي حل، ولا بده يصير زبالة بكل المناطق، لا جلال الدين ولا غير جلال الدين رح تلاقي حل. لهلا ما عندكم خطة بتكبهم بين البيوت؟ ما في. ما اجريتوا تواصل مع حدا؟ ما بتقدر تعمل شيء، هذا قرار اتخذ وقت السكنية. في بلديات كلها فرضت على كل البلديات. نعم. منا قرار بلدي، فاتت وعم تاخذ مصاري من البلديات من كرمال هيدا الموضوع، هيدا قرار له عليها مش مصاري. قديش مديونين بلدية جلال الدين للسكنيين؟ هن نحن مديونين، هن عم ياخذونا المصاري، العائدات تبع البلديه عم ياخذوهم كل سنه بيزيدوا وبياخذونا هن. هي الحقيقه. يعني كيف عم تشتغلوا؟ ايه نعم. كيف عم تشتغلوا؟ لا في عائدات من كهرباء ومن تليفون. طيب بتاثر عليكم؟ ما دام ما يكونوا للبلديه نقدر نعمل فيهم اشغال بياخذوهم وبيشرجوا علينا مبالغ هائله للزباله. نحن قدمنا اعتراضات بهالخصوص، ومن سنه او من سنتين اتخذ قرارات وزادوا النسبة اللي بده ياخذوها من عائدات البلديات. آخر شيء رح ياخذوا مصاري البلديات كلها، ما عندنا لا مركزية، حاطين البلدية عندنا مرقين طريق اوتوستراد، وبده ياخذوا لنا البحر، وبده ياخذوا لنا طريق بيروت طرابلس لوزارة الأشغال. البحر مين رح ياخذه؟ لينور. وعندك الطريق البريفريك، وبعدين بياخذوا لنا الزبالة وبياخذوا تي في ا وبياخذوا آخر شيء شو بيخلوا للبلدية؟ موتورات الكهرباء. إنه بيقولوا بلا مركزية، وآخر شيء بتجي البلدية بحدود معينة عندها صلاحية، ما عادش قادرين نعمل غير إنه ندفع على الموظفين بين شرطة وبين موظفين بلدية وبين إدارة تنقدر ونزفت قد ما فينا، غير هيك مش عم يخلوا شيء. الزبالة مبالغ كبيرة عم يشرجوا على المناطق وياخذوهم لإله. نحن كيف بدك تعمل؟ بدها تتجمع اتحادات البلديات بكل المنطقه وتلاقي حل. اكيد مش حرق، لانه الحرق بتخلق بوليسيون مناطقنا. مثلا جليدين منطقه بيمرق فيها سيارات بكميه مهوله، ما فينا نعمل حرق بقلبها. طب اتحاد بلديات بالمتن ما اجتمعتوا معه ونسقتوا؟ بلا، رئيس البلديه. نعم. هو نائب رئيس اتحاد البلديات. نعم. فهو عم ينسق بهذا الخصوص، واكيد عم يصير في دراسات، بس ما في شيء معلن اليوم طالما الموضوع بعد ما وصل لنهايته. يعني اكيد رح يضطروا يلاقوا حل. ما في ان شاء الله، يعني بنقول انه احنا اليوم من 8 ل 18 انا كم يوم. ما في طريقه ثانيه. ما في طريقه. طب يعني اليوم على جدول اعمالكم انتم بالمجلس البلدي، يعني شو اهم البنود يلي بتتوالوا بحثها ومتابعتها؟ وين بتتفقوا بكل صراحه استاذ فادي؟ انا بقول لك شو هن المواضيع. نحن بقول لك شو هن المواضيع اللي فيها تشنج. نعم. نحن جسر جلال الدين هو موضوع متشنج، قدرنا توصلنا يعني كل جلال الدين متشنج اليوم؟ اكيد انعكس. شفت انعكس عليكم راي الناس، لان نحن معهم راي الناس مبين. انعكس على جو شغلكم اكيد بالبلديه. أكيد. اكيد اهم موضوع هو موضوع جسر جلال الدين. نعم. بجلال الدين، وشفت راي الناس، هذا راي الناس عم نسمعه كل يوم. اذا أوكي. بتروح تلتقى بحي الله مناسبه عامه، العالم بيحكوا بهذا الموضوع. نعم. عندك موضوع البحر اللي هو لينور، شفت بطبيه شو عملوا؟ بعد شوي رح يعملوها زون بريفي، يمنعوا الاهالي يفوتوا عليها. نحن هيدي موضوع فيه تشنج، عم يغيروا الزون ويفوتوا يقربوا يردموا البحر ويعملوا منطقه عازله نحن ما قلنا عليها فيها. هذا موضوع مبدئيا لهلا كبلديه قادرين. مين بيصير له علاقه فيها اذا انتم ما لكم علاقه فيها؟ بكون خاضع على سلطه لسلطه مجلس وزراء. نعم.
ايه وهيدا أوكي. نحن رافضينه كمان، نحن طالبين بدنا مسابح عامه، هيدا نحن عنا علاقه على البحر مثل رمز البيضاء جلي الديب، نحن عنا علاقه مع البحر، لازم يكون اهالي المنطقه قادرين ينزلوا على البحر، مش بيروحوا بيضقوا ساعتين ثلاثه 10 سير تيروحوا على البحر، وعنا البحر كنا نحن وصغار، انا شخصيا كان بيت عمتي على البحر ننزل نتسبح هونيك، وهلا هلا كبوا في زباله وهلا بده يردموه وحطوا مشاريع. في عندكم مساحات تقدروا تشتغلوا فيها ولا كلها املاك خاصه؟ ما في، نحن البحر منه املاك خاصه، هي املاك عامه، نحن لا اللي امام حق العالم ينزلوا نعم. عليه نعم اوكي، وبده يردموه تيحولوه لاملاك خاصه. نحن بدنا طلبنا بمسابح، طلبنا بمساحات خضراء، طلبنا بملاعب، طلبنا بكثير مواضيع بتعني بشؤون الناس، بدكم تاخذوا البحر، بدكم تعطوا للاهالي، مش بتسكروها بتعملوها مساحه خاصه، هيدي رافضينها، هيدا موضوع خلافي مبدئيا وراح يستجد بس هلا بما انه الدوله ما في مصاري ساكتين، بس نحن عم نحضر حالنا، عم نحضر البنود تنقدر ناخذ مصالح الضيعه، مصالح المنطقه. بعدك عندنا موضوع حلوه منك، ضيعه بعد جلديب، نحن لانه عشنا اهالي، نحن اهالي نعم. كل اهالي جلديب بيقولوا نحن ضيعه، بالوقت هي صارت مدينه نعم. اذا من 20 30 سنه كان جلديب 2000 نسمه، اليوم 30 35000 يعني فترة قصيرة 30,000 اليوم؟ 35,000 بين جلديب انه 35,000 نسمة ساكنين، فبعدنا بأسفري انه كلنا بنعرف بعض، حتى التجار والأهالي عنده علاقة مع بعضهم، يعني اللي ساكنين بجلديب في نوع من عيش نعم. الضيعة بيتصلوا مع بعضهم. في كمان موضوع تاني تشنجي؟ كمان تشنجي، هو البوليفار بيريفريك الاوتوستراد الدائري نعم. من سنة 48 الأهالي حطوا لهم اشارات على عقاراتهم، اليوم 48 من سنه 1948 رجعوا مددوه بال 1960، في عندك مساحه بعرض 90 بطول جلد الديب، يعني 90,000 متر مجمدين. من لا بيعطوهم مصاري، من وين بنبلش؟ من شو؟ المساحات المجمدة من اول جلد الديب لاخر قاطع بكل جلد الديب نعم. هيدي انشغلنا ونحن اخذنا قرارات بالبلديه كرمال تشيلوا هذا المرسوم نعم. شيلوا المرسوم، اليوم جمدينه للعالم عقاراتهم. مجلس العمار ما بيطرح مشروع بديل تنعرف نحن كيف نتصرف، مجمد 90,000 متر، بيروت طريق بيروت طرابلس كسرها مجلس العمار، بقمت الياس سكرها، حط جسر ومنعنا نروح على دبي، وبالزلقه سكرها حد عمار شلهوب وما فينا نروح على جديده وشلنا الجسر. كيف سكرها بتعتبر؟ كيف سكرها سكرها؟ بالصوره بتعتبرها سكرت؟ ايه اذا بدك تروح على كنا نحن انا من مش من زمان كثير يعني كنا نروح من جلد الديب على جديده طريق عام نعم. اليوم كيف بتروح على جديده؟ بتلف تحت الجسر هيك فهيدا مشروع نقل حضري، هيدا مشروع نقل حضري على حساب المناطق، مشروع نقل حضري بهمه الاوتوستراد، بيعمل اوتوستراد بيعمل لهم جسر عشوائي وبسكر لهم للعالم. بتسميه عشوائي جسر؟ اكيد نعم. اكيد نهر الموت جسر مش مدروس مزبوط. ليه؟ لانه سكر طريق بيروت طرابلس نعم. وطلع عليه مش مدروس يعني بطريقه مزبوطه، وبتكب بطريقه بتسكر السير يعني نهر الموت. حاطين بانكارتات قبل يعني لائحات كبيره بتدلك فلاشات واسامي المناطق لتعرف تسال اهالي، انا مش رح احكي، انا المهندس بيقول عم يحكي بطريقه نعم. كثير صعبه غلط يعني بنفهم غلط، اسال الناس وشوف اذا وضعه مزبوط ولا زحوا يمين زحوا شمال لمصالح خاصه او مصالح سياسيه، نحن ما لناش علاقه فيها، الناس بدها تطلع على الجسر تكون مرتاحه، بس بدها تنزل كمان اللي بده يروح على جديده بده يضل يقدر يروح على جديده، ما خلوا. شوف انت اللي شارع المطاعم، انت جاي من جونه بدك تطلع على بكفيه، مش عم اقول لك بدك تفوت على جديده، اذا بدك تطلع بكفيه تقعد نص ساعه بشارع المطاعم تطلع بكفيه، هيدا نقل حضاري ولا هيدا نقل شو بدي اسمي لك ايه؟ هيدا مش مزبوط. نحن في مشكله انه سلموا مجلس العمار نقل الحضاري تيأمن الاوتوسترادات، بس يأمنوا نحن موافقين، بس مش على ظهر المناطق كلها تضررت، ما في بس جلد الديب، كل المناطق، اذا انت بتطلع بكفية عندك صعوبة، اذا بتروح على بعبدات عندك صعوبة من نهر الموت، كيف ما برمت، اذا انا بدي اروح على جديدة عندي صعوبة، اذا بدي اروح على دبي عندي صعوبة، اتركوا المناطق تضل بنتصلها ببعضها، طريق بيروت طرابلس كانت توصلنا على الحزمية، كنا نمرق بالطريق بالسيارة على الحزمية وما نضطر نقطع بالاوتوستراد، اليوم ما بدك تنزل على الاوتوستراد وتزيد عجلة السير. طيب هذا تطور البعض بيقول. تطور ما بعرف. انت مهندس انا عم بسألك. ساعات البدون بيسموه تطور، ساعات البدون ما بيقبلوا التطور. يعني وقتها بتكون بتناسبهم بيعملوا تطور، وقتها ما بتناسبهم وانا عندي براهين منها بوقت نحن براهين، بس عندي براهين فرجيك انه هن بمطارح بيرفضوا مواضيع منفذينها بغير مناطق. نفق بس بعطيك مثلا نفق نعم. نفق وقت عملوا لنا قصه عن نفق، في 50 60 نفق ببيروت كيف ركبوا؟
وما فعل المطار كيف ركب؟ ليش بجلي الدين ما ركب؟ هلا مشينا بالقيود كافيين ونحن ما نضل ضاغطين تتنفذ تما ناخر الناس لانه حقهم اللي صار مع الناس كثير سيء وظلمونا كثير بالمنطقه ونحن بندعي السياسي كمان يضغطوا معنا مثل ما هلا دعيت النايب نقولها انه يوقف حدنا بهذا الموضوع يوقفوا كل السياسيه حدنا تنقدر نحقق لانه بالنتيجه اولادهم عم يقطعوا وكلهم اهالينا منه. انا بدي اشكرك استاذ فادي ابو جودي المهندس فادي ابو جودي عضو المجلس البلدي بجلال الديب قضاء المتن الشمالي. شكرا لك. ميرسي ميرسي. وبختام البرنامج اسمحوا لي اتقدم بتحيه للفنان الدكتور اليسر الرحباني اللي كان مفترض يشارك معنا بالحلقه عبر الهاتف ولكن هلا موجود بالمستشفى لاجراء فحوص طبيه. سلامه قلبك دكتور ليس. مع هذه المقابله بكون قدرنا ضوينا على مشكله ان شاء الله نلاقي لها حل ونواكبها عبر مشاكل وحلول. بشوفكم بكره بحلقه جديده عبر مشاكل وحلول. باي باي.